السلام عليكم. أنصار الله تهدد الإمارات وتقول إن الدفاعات الإسرائيلية لن تحميها في حالة استمرار العدوان على اليمن. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أكدت جماعة أنصار الله في اليمن أن الدفاعات الإسرائيلية التي اشترتها الإمارات لن تحميها في حال استمرار العدوان والحصار على اليمن. وقال عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي القحوم إن الكيان عدو زود الإمارات وأنظمة التطبيع بالدفاعات الجوية وسط قلق متزايد من تعاظم القدرة العسكرية اليمنية، مؤكدا أن اليد الطولة اليمنية قادرة على ضرب المعتدين مهما كانت الدفاعات الصهيونية ومهما بلغت الحماية الأمريكية. وكانت جماعة أنصار الله جددت الخميس الماضي تهديداتها باستئناف هجماتها ضد السعودية والإمارات ردا على رفض اشتراطها دفع رواتب الموظفين في مناطقها ورفع قيود التحالف العربي بقيادة السعودية على المنافذ التي تديرها مقابل تمديد هدنة الأمم المتحدة في اليمن. عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من أنصار الله محمد علي الحوثي عبر في تويتر في تعليقه تعبير مجلس الأمن الدولي عن قلقه من تهديدات الجماعة: لدينا طائرات تعرف وجهتها رغم الحظر الجوي. ويوم الثلاثاء الماضي هددت أنصار الله بتنفيذ هجمات ضد السعودية والإمارات داعية المستثمرين في الدولتين لنقل استثماراتهم، معتبرة الاستثمار فيها محفوف بالمخاطر. في الأخير، إذا كنتم من المهتم بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.